إنه وقت الهالوين، فابتدوا ما شئتم من الأزياء الغبية. شاهدوا ممرضة الأيبولا المثيرة تالك. حسنا، نحن لا نشتكي من تحول الهالوين من مخيف إلى يوم للدعارة، بل نتساءل ماذا يخطر في بال أصحاب الأزياء التنكرية هذه. وبالطبع لا ننسى وضع أذني الأرنب على أي شيء سيجعله هالويني. ولنكن عادلين، دعونا نتفقد الرجال أيضا. من الجيد مشاهدة الأشكال الروحية. لسنا ضد هذا السلوك الاجتماعي الذي يعبر عن المجتمع، ونستطيع تفهم الأزياء التنكرية بكافة أنواعها، لكننا لا نعرف إن كانت شخصية أسامة بن لادن مثيرة إلى هذا الحد. زيو ممرضة الأيبولا كان الرقم واحد، حيث كان الإقبال عليه كبيراً. إن هالوين يا أصدقائي ليست رخصة رسمية للتعريس، لكن الشرطة غير قادرة على كبح جماح المجتمع.